أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج استوديو الإخبارية. وفي فقرتنا الأولى حيث موضوعنا وزير العدل يوجه بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح لحفظ حقوقها، حيث وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد. ويأتي هذا التوجيه لمأذوني الأنكحة نظراً لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم. وجاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه معاليه باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تقيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة. وفي هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفنا الكريم الدكتور ناصر العودة، وهو مستشار وزير العدل عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور ناصر. أرفع تحياتي لك والسيدات والسادة المشاهدين وبرنامجكم المتميز التدوير الأخبارية. دكتور ناصر، يعني هذا التوجيه بلا شك أنه صدر نتيجة لحيثيات سابقة كانت موجودة في عدم حصول المرأة على نسخة هذا العقد، ما كانت هذه الحيثيات؟ طبعا نعرف انه جرت العاده في المجتمع ومن بدات يعني قضيه اصدار عقود الزواج، وهو عقد يعني نسخه للزوجين كانت تعطى في السابق لرب الاسره وهو الزوج. والعقد كما تعرفين يعني انه فقط للاجراءات الرسميه لتثبيت اجراءات الزواج، ومن ثم اصدار ما يعرف ببطاقه العائله وضم الزوجه في دفتر الاحوال المدنيه. اللي واجهناه حقيقة في بعد تغيير المجتمع ووضع بعض الإشكاليات خصوصا في عدم توثيق عقود الزواج وغيرها، رأت الوزارة طبعا وتوجيه معالي الوزير يحفظه في قضية يعني توجهات ما يخدم كل من شأنه، ما يخدم الشأن الاجتماعي واستحقاقه واستحقاق استقرار الأسري، فأصدر حفظ الله أنه بعد دراسة الموضوع من قبل لجان داخل الوزارة أنه يعني وضع نسختين للعقد الزواج، تعطى واحدة للزوج والأخرى للزوجة في نفس مراسم إتمام العقد النكاح. أعتقد أنها حفظ للحقوق، لأنه هذه يعني تحفظ حقوق الزوجين وأيضا حق كل طرف أنه يحصل على صورة من العقد كما هو متبع في العقود الأخرى، وبالتالي عقد الزواج هو عقد غليظ، ومن هذا المنطلق جاء التوجيه. حقيقة يمكن نتوقع إن شاء الله أنه يحفظ يعني كثير من الحالات اللي تواجهنا خاصة. طيب احنا بنتكلم عن الحالات، لكن دكتور ناصر يعني هذه الخطوة التي خطتها وزارة العدل يعني لاقت استحسانا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي شكروا وزير العدل على هذه الخطوة، يعني هل هذا يعطي انطباع بأنها يعني أنها كانت خطوة يجب أن تكون في مجال الحقوق، أم أنها كانت إشكاليات بالفعل معينة تحدث في المجتمع وجاءت هذه الخطوة لتحل هذه الإشكاليات؟ أنا فقط يعني أشير فقط إنه يمكن لا يقل عن 5 أو 6 فقط تعاميم تخص المرأة، ويمكن مثلها تخص الطفل نشرت في يمكن العام الماضي فقط أو يمكن العام الماضي، ما حصلنا العدد، لكن الحقيقة فهناك بعض الإشكاليات اللي تواجهنا تحتاج لسن أنظمة يعني إجراءات جديدة. يمكن أشير إلى قضية إعطاء المرأة صلاحية استخراج الأوراق التبوتية للطفل، خصوصا ما يعرف بولاية المرأة على الطفل الحاول التي تحضنها أو الأطفال التي تحضنهم، وهذه حقيقة خطوة كانت جبارة في سبيل بعض المعوقات اللي كانت تواجه بعض المطلقات خصوصا من تعنت بعض الأزواج. والحقيقة هي إجراءات تعضدها الأنظمة لاحقا، لكن الحمد لله يعني يمكن أشير إلى قرار قبل حوالي 2 أو 3 في قضية التحقق من ميراث المرأة والتأكد وتأكيد على كتاب العدل ونقلة الأراضي، أنه ما في ضغوط مارت على المرأة في قضية التنازل عن ورثها وغيرها. هذه كلها إجراءات حقيقة تتم في ظل طبعا سعي وزارة العدل تعزيز المسؤولية الاجتماعية وأيضا واجبات الوزارة بشكل عام أنه في حفظ حقوق الأطفال، أيضا قضايا العنف نعرف أنه هناك تعميم صدر معالي وزير العدل في قضية التثبيت في أحكام العنف ضد الطفل والتشديد في قضية الأنظمة والحقوق، ويمكن الآن أنا في دورة في جدة في قضية تأهيل القضاة في مجال العنف الأسري والتعامل معه داخل المحاكم خصوصا الأحوال الشخصية والجزائية. هذه التوجهات طبعا كلها تأتي
في ظل حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص. في هذا الشأن لا أنسى أيضا اتفاقيتنا مع الشؤون الاجتماعية في الحد من العنف الأسري وغيره، وهذه كلها حقيقة يعني أنا أتصور أنها تساعد في التحكم في بعض التصرفات اللي ناشئة عن للأسف أطراف خصوصا الأزواج في تعنتهم في تلاعب في بعض الأنظمة. يعني بتخيل بعض الأزواج قد يأخذ العقد ويحتفظ فيه ولا يسجل في الأحوال المدنية، وبالتالي تبقى الزوجة يعني غير مسجلة رسميا تحت يعني هذا الزوج. تخيل أنها تروح المستشفى مثلا في ولادة والعقد لم يسجل، يكون في إشكالية في قضية تسجيل المولود وغيره. نعم. يعني هذه الإشكاليات نعم. حقيقة تواجهنا من بعض الأزواج اللي لابد الأنظمة أن تسن لردعهم. جميل، يعني قلت أنها تسن لردع الأزواج وهي خطوة بالفعل مهمة، يعني تحفظ الحقوق. لكن دكتور ناصر، ليست قضية فقط حفظ للحقوق، أيضا هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي تحدثت عنها، يعني ألا ترى أنها أيضا تمثل يعني انعكاس للإجراءات الإدارية داخل المحاكم، بمعنى أنها ستخفف من القضايا الكثيرة التي تحمل هذا الجانب؟ نعم، أنا الآن يعني في خطوات النهائية في مراجعة المسودة النهائية لدراسة معوقات التي تواجه المرأة داخل المؤسسات المحاكم الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وجدنا بعض الإشكاليات، والوزير حفظه الله يعني والدكتور وليد طلعان يعني يقف تقريبا شبه يومي على هذا التقرير لرفعه ان شاء الله والبدء في اجراءاته، وفيه كثير يعني كثير من الاجراءات ان شاء الله سوف تساهم في هذا الشان. وعلى فكره يمكن احد توصيات هذا التقرير هو قضيه ما تصدر اليوم في هذا التعميم، وهو قضيه منح المراه نسخه من عقد النكاح. هناك قضيه المواعيد ان شاء الله، وهي الاشكاليه ايضا تعريف قضيه الجلسات خاصه بقضيه الطلاق وفصل النكاح تطول بعض الجلسات. هناك بعض الاجراءات ان شاء الله سوف تحفظ حقوق المراه خصوصا في ظل انها تكون في الغالب حضورها اكثر في الجلسات ومتابعتها من الزوج المتمنع او الذي لا يحضر او المواعيد التي تفوت احيانا لعدم تواجد بعض القضاة. الان اصبحت القضيه تنظر في دائره قضائيه، بمعنى ان لا تنظر من قاضي بعينه، انما تنظر من دائره، وهذا يسهل بمعنى انها قد تاتي في المره القادمه والقاضي الناظر للقضيه ليس موجود، وبالتالي تنظر بها الدائره وهو زميله او الاخر او القضاة الاخرين. هذه كلها ان شاء الله تسهل هذه الاجراءات. وتعرفين ان قضايا الحقوق الان يعني مع تغير المجتمع وما نواجهه يمكن من 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 قضايا يمكن الكل يعرف في وسائل التواصل الاسبوع الماضي في قضايا العنف وغيره، هذه قضايا مجتمعيه. الوزاره تعكف في سن هذه الأنظمة والتشريعات والتعاميم اللي تتماشى مع هذه التغييرات السريعة. ولا شك أن الأنظمة التي تدرس بشكل أفضل، وهي طبعا في ظل قانون الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية ونظام الرافعات الشرعية، هذه كلها الحمد لله الآن تساهم في يعني التأكيد على هذه القضايا ومتابعتها بشكل كبير جدا بتوجيهات معالي الوزير، وايضا جهود يعني بقيه الادارات في الوزاره حقيقه اللي كلهم يعني يدعمون هذا الشان الاجتماعي والوقوف مع يعني المجتمع الافراد بشكل عام والمراه والطفل على وجه الخصوص، بحكم انه اغلب القضايا اللي تواجهنا في المحاكم الاحوال الشخصيه قد تكون فيها المراه والطفل. نعم. يعني بشكل خاص. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور ناصر العوده مستشار وزير العدل على هذه المداخله، يعطيك العافيه.